أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن شيخنا سيدي أحمد تيجاني وعنا به، آمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لكم حنان ورحمة عشان خاطركم، وإن لكم في الأنعام لعبرة. في الأنعام لإيه؟ طبعا الأرض كلها عبر، الأرض كلها إيه؟ عبر. عبرة يعني دليل، عبرة يعني إيه؟ دليل، وقد تأتي بمعنى موعظة، ولكن هنا عبرة يعني إيه؟ دليل. والله انت كل ما تمشي في الارض تلاقي الادلة مفيش اكتر منها. الارض دي العجائب كلها، كل العجائب. وعشان كده تلاقي ربنا سبحانه وتعالى حط السماوات في كفة والارض لوحدها في كفة. السماوات والارض، ان في خلق السماوات والارض، خلق السماوات والارض، يعني كل العجائب اللي في السماوات كوم، والارض دي ايه؟ كوم. ولذلك الملائكه كانت حابه تسكنها، قالوا اتجعل فيها من ايه؟ اني جاعل في الارض ايه؟ قالوا لا، اتجعل فيها من يفسد فيها ونحن نسبح بها، يعني خلينا احنا نسكن الارض. فلذلك ما فيش الملائكه اللي بتنزل على الارض دي الملائكه اللي واخده بعثه، واخده اعاره للارض. الملائكه الكبار مين اللي بينزل على الارض؟ سيدنا جبريل بينزل للوحي، سيدنا ميكائيل، سيدنا اسرافيل، معروفين كده بايه؟ ينزل على الارض يعني. فالملك اللي ايه؟ اللي يدوله وظيفه عشان على الارض بيبقى بقى ايه؟ لما يطلع يسالوه انت شفت ايه؟ ده يقول شفت حاجات مش موجوده. فالارض دي عجيبه من العجائب. فكل الارض عبر وادله. يجي ربنا سبحانه وتعالى هنا اختار حاجة واحدة، اختار حاجة ايه؟ واحدة. فبيقول وإن لكم في الأنعام لعبرة. نسقيكم يعني انت لما تبقى ماسك كوباية مية عشان تشربها، من الساقي؟ امال انت ايه؟ انت الظاهر وهو الباطن، يبقى انت الايه؟ فالظاهر ان الحالب هو الساقي، والباطن ان الله هو الايه؟ الساقي. ولازم تشوف ان الله هو الساقي، فقبل ما بتشرب الماء بتقول ايه؟ بسم الله الساقي، وتروح شارب، وبعدين تقول ايه؟ الحمد لله الذي سقاني. مش انت ايدك دي مش هي اللي سقتك، لا، فالله هو الساقي على الحقيقة. فالله ايه؟ اشرب من يد الله، اشرب من يد الله. واسقيناكم ماء فراتا، حتى المية هو اللي بيسقيها لك، بس كده. فهنا بيقول وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم، بنون العظمة، نسقيكم يعني سقياكم لهذا اللبن تتطلب صفات كثيرة، يعني تتطلب حكمة وخبرة وعلم وقوة، تتطلب حاجات كثيرة جدا عشان تشرب كوباية مية. لما يجي ربنا يسقيك مية، المطر ده ايه اللي يجيبه؟ ايه اللي السحاب؟ ايه اللي عاوز؟ صفات كتيرة. فهذه الصفات الكثيرة هي دي النون، نسقيكم مما في بطونه. ما قالش بطونها، اصل بطونه هو مين اللي بيجيب اللبن؟ الانثى ولا الذكر؟ الانثى، مش كده؟
يبقى هيقول مما في بطونها، لا قال مما في بطونه، لأن الله تبارك وتعالى ينظر إلى كل الخلق على أنه أشياء، على أنه إيه؟ شيء. نسقيكم مما في بطون هذا الشيء، يبقى ربنا سبحانه وتعالى ما عندوش دي نملة ودي طائر وده أسد، ما عندوش الأسد أحسن من الفيل، ولا الأسد شيء والفيل إيه والنملة إيه والفيروس وانت شيء. العدل والحكمة فربنا سبحانه وتعالى ينظر إلى الأشياء على أنها إيه شيء، مش على أن حاجة تانية. سيدنا فلما رأى الشمس بازغة، بازغة بازغة دي أنثى ولا ذكر؟ قال هذا، ما قالش هذه، قال هذا ربي. وراثة النظر إلى الأشياء سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم ورث أن ينظر إلى الأشياء على أنها أشياء. ومن المشيء؟ الله. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم. إعجاز بقى، من بين فرث نسقيكم مما، من الذي، من طبعضية، يعني مش من كل اللي في بطنها، لا مش من كله، من مما، ما دي بقى الحب كله، من الذي في بطونها، اسم موصول، يعني من بين فرث. ايه هو الفرث؟ الفرث بص المعدة اللي احنا بنسميها الكرشة بقى، المعدة بتاعت البقرة، المعدة بتاعت كل الغذاء المهضوم اللي جواها ده اسمه فرث. اسمه ايه؟ فرث. ريحته وحشة ولونه يعني كده ومش عارف ايه، وبعدين هذا الفرث يروح، الاعجاز بقى هنا بيقول ايه؟ فرث ودم. وقدم الفرث، عشان هذا الفرث الطعام المهضوم بيروح في الامعاء، والامعاء الدم بيمتصه، يبقى الفرث الاول، وبعدين ايه؟ وبعدين اللي بيمتص ده بيروح للغدد اللبنية، والغدد اللبنية دي بقى تجيب اللبن، تجيب الايه؟ اللبن. من بين فرث ودم، ده اسمه اسلوب تسويق، يعني يقول لك ايه؟ يقول لك نسقيكم مما في بطون، من بين فرث ودم، ايه يا ترى؟ ايه؟ لبنا. يبقى اسلوب تشويق بيشوقك عشان تعرف ايه اللي بيحصل، يقول لك لبنا. يا اخي سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى جعل لكل حاجة لون، كل حاجة ايه؟ وانت والانسان جعل عنده ما يدرك به الالوان، ما يدرك به ايه؟ الالوان. ودي نعمة عظيمة انك تدرك الايه؟ الالوان. كل حاجة ليها لون، حتى الفضلات لها الوان جميلة. تجد مثلا فضلات الخروف لونها حلو، فضلات الإنسان لونها حلو، إشي أصفر وإشي كاكي وإشي ألوان جميلة. أنت لما تنظر، انظر إلى اللون، لون جميل، وفي لون يعني مش كده، بس كل واحد بيبقى عنده إيه؟ بيبقى عنده نفسية من اللون. يعني مثلا ممكن توري واحد لون أحمر يقول لك الله، يفتكر بيه وردة حمراء. توري واحد لون أحمر يقول لك ده لون الدم، انت فاهم؟ انما هو في نفسه هو لون ايه؟ فاللون الكاكي في نفسه لون جميل، لون ايه؟ انما لو فكرك بحاجة جميلة، لو فكرك بحاجة مش جميلة يقول لك ايه ده يعني، انت فاهم؟ انما هي ربنا عمل لك الوان حتى في فضلاتك، ولو تغيرت هذه الالوان بنعرف ان في امراض عند الإنسان بتغير الألوان فقط.
يعني ده لون البراز بتاعك لونه ايه، هو اللي بيجي يشتكي يقول لك انا البراز بتاعي ما بقاش بقى لونه كذا، فهمت؟ خلي بالك دي مش معموله كده، لا، لبنا خالصا اي لا شائبه فيه، لا شائبه من فرث ولا دم، لبن ولونه ابيض وليس فيه اي ايه، سائغا، سهل الهضم، سهل الايه. وبعد كده ما تشربش اللبن يبقى انت ما عندكش حق، لازم كل يوم احتراما للبن تشرب لبن، كل يوم نحترم الايه، لان ربنا قال لنا اهو، قال لنا وقال ان هو اللي بيسقهولنا، وقال يعني من سوء الادب بقى عدم شرب اللبن، حط بقى اللبن في البيت كل يوم الصبح تشرب شويه ايه، كوبايه لبن، كوبايه ايه. طيب هنا بقى في حاجات تانية، احنا هيعمل لك الفطار بتاعك اللي جاي ده، الفطار بتاعك كوباية لبن، نشوف ايه اللي بعد كده. ومن ثمرات النخيل، ومن ايه، والأعناب، ربنا بقى بيمن علينا ده بقى الحلو، ده الحلو. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا أي مادة مسكرة. ربنا بيمن على العرب إن هو عمل لهم مادة تسكرهم، أصل ده كان قبل تحريم الخمر، يعني هو بيمن عليهم بشيء كان حلالا، كان إيه؟ حلالا. فبيقول لهم يعني أنتوا، أصل العرب كان كل بيت فيه خمرة، ليه؟ لأنه كان سهل، عمل الخمرة سهل، يحط شوية تمر على شوية مية، واخد بالك، ويسيبهم يومين ثلاثة في الحر بتاع العرب ده، بقوا خمرة على طول، تشرب بقى ويسكر وإيه. فالعرب كلهم كانوا مهيصين، واللي ما كانش بيشرب بيبقى معروف بالاسم، يقول لك سيدنا أبو بكر لم يشرب الخمرة في الجاهلية. طب مين تاني ما يعرفوش؟ سيدنا أبو بكر، وطبعا حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا حضرة النبي أول حاجة. فبيمتن عليهم بهذه الخمرة التي لم تكن إيه، حراما، بس هو اداهم تكة كده، بيقول لهم إيه بقى، بيقول لهم ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. يبقى كأن السكر ده مش رزق حسن، هو رزق بس، يعني هو ايه، رزق بس مش رزق ايه زي مثلا البلح لا يعني ايه، اداله كده حتة بس. ما واوحى ربك الى النحل، السورة اسمها سورة ايه، النحل، واول سورة في القرآن اسمها سورة ايه، البقرة. مين اللي بيعبد البقرة؟ الهندوس. ده كان حقهم اول ما تنزل سورة في القرآن اسمها سورة البقرة يقول لك يا سلام، ايه ده، مش كده كانوا يعني يمخمخوا يعني، انما ما هنا بقى ربنا سمى سورة النحل بهذا الاسم ليه؟ خلي بالك، واوحى ربك، يبقى كل ما يحدث في خلية النحل علم وهبي وليس كسبيا، علم ايه، وهبي، ما فيهوش اي كسب. يعني عشان ايه، عشان لما تعرف ايه اللي هيحدث جوه خليه النحل ما تستعجبش قوي، لا، ده ربنا. ان اتخذي بخطب الاناث، مع ان النحل هذا نحل، مش كده، انما هو هنا بخطب الايه، اتخذي الأنثى من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. يعني ده اسمه في النحل نظام التطريد، اسمه ايه بقى، لما الخلية بتاعة النحل، اصل كل خلية ليها عدد معين ما تزيدش عنه، لو زادت يبدأوا بقى يطردوهم الى الجبال والشجر، يعملوا خلية تانية،
وكل خليه نحل ليها كلمه سر، ليها كلمه ايه اللي بتحطها الملكه. اي حد يقرب من الخليه وعاوز يدخلها ومعهوش كلمه السر يقتل في الحال، ما فيهاش نقاش، ماشي كده. وكلمه السر بتتغير على حسب الملكه، كلام وشغل كبير. ان اتخذي، هنا بيخاطب الاناث، عشان هتجد في الخليه ان الانثى هي يعني بقول لك انا عشان اتخذي دي خليه النحل فيها حاجه اسمها الملكه. الملكه ديت بتحط كل يوم 1000 2000 بيضه. الملكه دي ليها غذاء خاص، ما بتتغذاش من الرحيق، بتتغذى من حبوب اللقاح. حبوب ايه؟ اسمه غذاء الملكات، حتى تلاقيه بيتباع في الصيدليات، يقول لك غذاء ملكات الايه؟ النحل. طب ده جه منين؟ اصل ربنا بيقول للنحل ايه؟ ثم كلي، مش امتصي. امتصاص ده يبقى الرحيق، ده بتاع بقيه الايه؟ انما الحاجه العاليه كلي، يعني تاكل حبوب اللقاح اللي موجوده على الايه؟ لان دي بتاع الملكه. خلي بالك، ما قالهاش امتصي، ثم كلي. فالملكة بيأكلوها هذه الحبوب بس. الملكة بقى بتحط من 1000 ل2000 بيضة في اليوم، وهي بتحط البيض ده ثلاث أقسام: بيض هيفقس إناث، وبيض هيفقس ذكور، وبيض هيفقس وبيض هيفقس ملكات. فتروح هي قبل ما البيض يفقس وهي بتحطه، تحط البيض اللي هيفقس ذكور لوحده في مكان، والبيض اللي هيفقس الناس لوحده في مكان، واللي هيخدم دول اناث غير اللي هيخدموا دول غير اللي هيراعوا دول، والاكل بتاع دول غير الاكل بتاع دول غير الاكل بتاع ايه دول. كل اللي بيعمل كده الاناث. ايه وظيفه الذكر؟ وظيفة الذكر الوحيدة أن يلقح الملكة. بعد ما يلقحها يموت، ويطرد جميع الذكور من الخلية. يعني الخلية ما بيبقاش فيها غير الإيه؟ الإناث. اسمها الإناث العقيمة، لأن هي ما بتحطش بيض. دول شغالات، يعني دول بيبقوا مسؤولين عن حضانة البيض، مسؤولين عن إن هم يروحوا يجيبوا الرحيق ويرجعوا، مسؤولين عن حماية الخلية، مسؤولين عن التهوية بتاعة الخلية، مسؤولين عن نظافة الخلية، لدرجة ان هم بيفرزوا مادة تخلي الخلية تبرق، يعني تبقى ملساء. هم اللي بيعملوا الخلية، الإناث. يعني بيجوا يعملوا الخلية خلية مسدسة كده. تتصور يعملوها ازاي؟ من جوه ولا من بره؟ الصح انه يتعمل من جوه، بنحط مركز وبنعمل، مش كده؟ لا، الإعجاز بقى إن كل واحدة بيحطوا نقط كده، وكل واحدة تمسك النقطة ديت وتبدأ تدخل على جوه. المركز يجوا في المركز بالظبط. فالسداسي بتاع حاجة رهيبة. والإناث مسؤولون عن تهوية الخلية، ومسؤولون عن تدفئة الخلية في الشتاء، وتهويتها في الصيف، وترطيبها في الإيه؟ لما تكون الجو يابس. برضو الإناث هم اللي مسؤولين عن كل الإيه. فلما ربنا بقى يخاطب الإناث، النحلة أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. دي يعني زمان كانوا مثلا بيسقفوا بالطين، بيسقفوا بالخشب المنقور ده اللي فيه. تيجي بقى الخلية تروح عاملة إيه؟ خلية هنا، خلية هنا. واحنا دلوقتي عرشنا حاجات للنحل مخصوص، عملنا لهم ايه؟ تعريشات، مش كده؟ ما هي كل خلايا النحل اللي بتتعمل دلوقتي دي تعريشات. ثم، يا خبر ابيض، شفت ثم دي؟ عارف ثم دي فيها ايه؟ فيها اعجاز لم يدركه العلم الا في هذا العصر. ثم دي تقتضي ايه؟ تقتضي الترتيب والتراخي. يعني بقول جاء محمد ثم علي، يعني علي جه بعد محمد بشوية، غير لما أقول جاء محمد فعلي، فهمت؟ يبقى بسرعة.
هنا قال لهم ايه؟ بيقول للنحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ثم كلي. يبقى الاكل هيبقى بعد كده بمده. فعلا وجدوا كده، وجدوا ان لما الملكه بقى بيعملوا خليه النحل بيفضلوا جوه الخليه يعني بيختبروها، يفضلوا مده يختبروا في الخليه هل ها مكان الخليه امن؟ هل هنا في اعداء؟ هل بيقعدوا مده وبعدين بقى يبداوا النشاط. ادي ثم كلي من كل الثمرات. كل الثمرات، اي ثمره بتطلع بيبقى لها ايه؟ ورده، هي دي. وكلي يعني حبوب الايه؟ اللقاح. فاسلكي دي بقى النحل يا جماعه ما بيمشيش في اي اتجاه. النحل له مسارات بيمشي فيها، ولا تخرج نحلة عن مسارها، ولو خرجت عن مسارها تتوه. فاسلكي سبلا، يعني ربنا عامل لهم سبل، طرق في الجو، مش اي كلام. فاسلكي سبل ربك ذللا، سهله ميسره في الايه؟ النحله بقى انت عارف النحله بتمشي ممكن 10 كيلو، ممكن 20 كيلو، لحد ما توصل للايه؟ للرحيق. انت عارف عشان النحله تعمل جرام عسل لازم بتمتص رحيق كام زهره؟ جرام عسل لازم تمتص رحيق 1,000,000 زهرة، 1,000,000 زهرة. وبعد كده انت يجي لك العسل وما تاكلوش، يبقى انت بقى الصح بقى الصبح ايه؟ معلقة عسل ابيض وكوباية اللبن. اللبن نسقيكم والعسل شفاء، والتمر ايه؟ والعنب دي فاكهة. بس ما تجمعش بقى ما بين كل الحاجات دي، يا اما عسل يا اما تمر. خلي التمر للغدا يا شيخ احمد. مش كله مع بعض. طيب انا دلوقتي بقى بيعملوا حاجة غريبة جدا. مثلا في سفن عملاقة بتاخد المواد الأولية من أستراليا وتجيبها الشرق الأوسط مسافة طويلة. بيعملوا إيه؟ بيعملوا مصانع فوق السفن بحيث تاخد المواد الأولية وتصنعها ستانلس مثلا وتوصل الشرق الأوسط تبيعوا إيه؟ منتج، ما تبيعوش مواد أولية، وتكسب أكتر ما تبيعوا مواد إيه؟ النحل بيعمل كده. النحلة تمشي 10 كيلو 20 كيلو، تمتص الرحيق، وهي في طريقها إلى رجوعها ربنا أوحى إليها وهبيا لا كسبيا أن تصنع في بطنها آلاف آلاف العمليات الكيميائية المعقدة حتى يتحول ذلك الرحيق إلى عسل. عبال ما ترجع الخلية تحط العسل، عبال ما ترجع الخلية تكون عملت الإيه؟ حلو ولا مش حلو؟ هي النحلة كده بقى، ترجع الخلية. وأكتر من كده بقى، إن لما يكون في الربيع بقى والأزهار كتيرة بيقسموا نفسهم، النحل ياخد العسل، النحل ياخد الإيه؟ ويحوله عسل ويديه نحل تاني، يجي ده يحمله ده الحمولة بتاعته ويرجع بسرعة عشان يجيب عسل إيه؟ تاني. أنت فاهم؟ يعني بيدوا لبعض في الجو، يعني تتنقل العسل من نحلة إلى نحلة في الجو، وترجع دي. ما هذا المجتمع العجيب الغريب؟ بيبقى أوحى ولا مش أوحى؟ يخرج من بطونها. شفت كله للإناث، كله للإيه؟ طبعا زمان ما كانوا يعرفوا إناث من الذكور، ولا إنما الآية كلها للإيه؟ معجزة. شراب
مختلف ألوانه. يعني حتى الشراب اللي بيخرج من العقل مختلف ايه، فيه شفاء ايه. أقول قولي هذا وأستغفر الله.